أثنى عضو مجلس الأمة النائب فهد المسعود في لقاء خاص مع قناة ATV العدالة على التوافق النيابي الحكومي، وهو أمر غير مسبوق ويحدث للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا والقوانين تم جدولتها ووضع خارطة تشريعية لتنفيذها لصالح الوطن والمواطنين، ومؤكدا أن الجلسة القادمة ستشهد طرح قانون رد الاعتبار وغيرها من القوانين. احنا دائما نقول هذه الفترة وهذه الحقبة من الزمن صار فيها تعاون وتنسيق غير مسبوق، لدرجة أن حتى يعني كثير من القضايا بل معظمها أنت اليوم لو تشوف لما تطرح في مجلس الأمة والتصويت عليها تجد التصويت 100%، وهذا دليل على هناك تنسيق مسبق وفريق عمل تنسيقي حكوم نيابي، توافق حكوم نيابي لم يسبق له مثيل. أضف إلى ذلك أن احنا وضعنا خارطة تشريعية بدأت من شهر 7 الماضي إلى شهر 7 القادم سنة كاملة، ووضعنا فيها جدول زمني لم يعني هذا الأمر غير مسبوق. تخيل أن اليوم عندنا جدول أعمال نعرف شو القضايا والقوانين اللي ستطرح للتصويت من الآن لشهر 7 القادم لفض دور الانعقاد، هذا لم يسبق لنا، يعني جدول زمني تخيل ملتزمين فيه يعني الجلسة القادمة أي قوانين منها رد اعتبار وغيرها، عارف بالتاريخ الفلاني 12/11 هذه القوانين، 19/11 هذه القوانين، 4/1 هذه القوانين فأنت عارف من الحين لشهر، وهذا الحقيقة يحسب لهذا المجلس مع الحكومة، هذا دليل على مؤشر قوي على مدى التعاون بين السلطتين.